الفوز مهم والفوز مطلوب والفرحه كبيره يا كابتن اسلام النهارده، يمكن زي ما بقول لك جمهور النادي الاهلي كان في قمه تالقه وفي قمه الحماس والتركيز الكبير للنادي الاهلي. كابتن حسين الشحات يمكن جاي بقى معلق الاولاد كلهم حاجه. الاول عايز تقول يا كابتن اسلام الشاطر. بسم الله الرحمن الرحيم، والله تحياتي للكابتن اسلام الشاطر طبعا والاستوديو التحليلي كله و حتى والناس كلها بتوع النادي الاهلي، وبقول لهم شكرا طبعا لجمهور الاهلي، وبقول لهم ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر السنه دي نحقق بطولات كتير، وبطوله افريقيا اهم حاجه اللي غايبه علينا كلنا، ان شاء الله نقدر نحقق ده كله باذن الله. لازم ناخد منك كلمه لحسين ولحضوره وحسين وادائه واصراره الكبير، حابب تقول لحسين الاول على الاداء المميز. الحمد لله ربنا كرمه وكل المجهود والحمد لله الفتره اللي فاتت، واللاعب الكبير بيظهر في المواجهات الكبيره الحمد لله، وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله بطوله افريقيا ان شاء الله فرح بيها الجمهور باذن الله ان شاء الله ربنا يكرم. قول لي بقى احنا لازم نتعرف احمد وآسر طبعا يعني دايما معايا على طول الحمد لله في الماتشات كلها، واتمنى طبعا هي ووالدتي وزوجتي طبعا دايما معايا وهم موجودين في الاستاد، طبعا والدتي وزوجتي على طول طبعا بيدعموني اكتر ناس في ظهري، واخويا واخواتي طبعا، وبشكرهم طبعا، وبهديهم الكاس سوبر دوت لوالدتي وزوجتي اللي دايما ورايا واللي قالوا لي هجيب جون النهارده، وزوجتي قالت لي لو جبت جون اديني تيشيرت، فمش عارف اروح لما اديها تيشيرت طبعا النهارده. قلت خلاص جاب لك تيشيرت انت ليش انت والدتي. اكتر الاشياء اللي بتعجب جمهور النادي الاهلي هو اصرار حسين الشحات وتركيزه، وزي ما بنقول حسين بينزل الملعب بيرد فقط لغيره، والحاجه دي يا حسين فعلا بتعليك اكتر جمهور النادي الاهلي. حسين بيشتغل ازاي على الامر ده وازاي بيرد في الملعب؟ حاجه للعيب ما يركزش مع حد، اهم حاجه ان انت تركز في الملعب بس، تركز في المستوى الاخضر، تركز في ماتشاتك، تركز في تمارينك، تركز في بطولاتك، تركز في حياتك، ده بس تركز، ما تركزش مع الناس كده كده ولا حد هينفعك حتى اما تموت ولا وانت بتلعب ولا اي حاجه، فطبعا دي حياتك انت اللي شايف انت صح انت بتعمل ايه صح او شايف انت بتعمل ايه غلط، فدي حياتك انت لازم تكون انت موجود، لازم انت اللي تكون مسيطر على حياتك، فالحمد لله انا ما بركزش مع حد ودايما ببقى في حالي وماليش دعوه بحد وبعمل اللي انا شايفه صح، حتى لو الناس شايفه غلط انا شايف ان انا بعمل صح، فماليش دعوه بحد وانا برد في الملعب بس ماليش دعوه بحد والله. الجمال والحلاوه اللي كان فيها جمهور النادي الاهلي دي النهارده يا كابتن حسين. والله طبعا جمهور النادي الاهلي طبعا دايما ورا اللعيبه على طول، ودايما ورا الاداره، ودايما بيساعد الناس كلها، ودايما بيبقى وراهم وما بيسيبهمش، وان شاء الله بنوعدهم ان شاء الله ان احنا نحقق بطوله افريقيا اللي جايبه علينا بقى لها فتره، ان شاء الله نقدر نساعدهم ان شاء الله. احنا لسه ما حققناش حاجه، بطوله السوبر خلاص انتهت، لسه اللي جاي يا حسين بالنسبه لنا هو الاصعب بالنسبه لك. خلاص احنا كده كده بنحقق، خلاص احنا كمان ثلاث ايام، كمان ثلاث ايام عندنا مباراه دوري وباذن الله ان شاء الله نقدر نعملها ان شاء الله. يمكن انا عايز اخد سريعا، يمكن طبعا اكيد يمكن بنقول هارد لك نادي الزمالك، لكن يمكن في طفل توفى من المتواجدين طبعا في المشجعين لنادي الزمالك، يعني يا حابب طبعا يا حسين انا اكيد طبعا بنقول البقاء لله طبعا اكيد لاي حد من نادي الزمالك، واكيد طبعا بالنسبه للاطفال، حابب تقول يا حسين سريعا بالنسبه للطفل اللي توفى من جمهور نادي الزمالك. والله طبعا والله بقول بقاء لله جمهور نادي الزمالك واهل الطفل، وكمان لسه بيقولوا كمان ان والده كمان توفى، فبندعي لهم بالرحمه وربنا يصبر اهله ان شاء الله ويجعلهم من اهل الجنه ان شاء الله. الف مبروك.